يقال أن أصل اسم حمص هوميسوس هو اسم قديم ومعناه أرض الحجارة السوداء، وكانت تسمى بالعهد الروماني إميسا، وتكنى أيضا بمدينة خالد بن الوليد الصحابي الجليل. حمص أكبر محافظة سورية تقع وسط سوريا. أول امرأة عربية حكمت روما إمبراطورة روما الحمصية جوليا دمنة حتى قبل نفرتيتي. الحماصنة الوحيدين بالعالم هزموا جيوش جنكيز خان وهولاكا وانتصروا عليهم بخطة عبقرية بدون ما يستخدموا السلاح. وكانت خطة الحماصنة لما عرفوا باللي عم يسويه جيش جنكيز خان من جرائم وتدمير للمدن، فتح أبواب سور المدينة وصاروا يسووا حركات وتصرفات بتدل على أنهم مجانين. ولما وصل جيش جنكيز خان لمدينة حمص تراجع عنها فورا وانسحب خوفا من العدوى. الحماصنة لما جنوا هزموا أعتى جيوش العالم، ولما عقلوا اخترعوا لنا أجمل تليفون بالعالم، وأكيد بقصد الآيفون من شركة أبل ومؤسسها ستيف جوبز ابن عبد الفتاح الجندلي الحمصي. اللغة الحمصية سهلة وحلوة، بتتعلمها بكل بساطة، بس ضم أول كل كلمة وبتصير تحكي حمصي. أمك وباي مؤلاي شعلاي. أشهر جملة حمصية وبيستخدموها للتعجب والإنكار والاستفهام حاجعات. حمص عبارة عن سوريا مصغرة فيها من كافة أطياف المجتمع السوري، وأكثر صفة بتميز الحماصنة خفة الدم بالإضافة للطيبة والرقي بالمعامل. أشهر معالمها قلعة الحصن وجامع خالد بن الوليد والساعة وأبوابها السبعة. أشهر المناطق الحمصية بابا عمرو، جورة الشياح، باب الدريب، باب سباع، باب تدمر، الحميدية، الأرابيس، الغوطة، الدبلان، الحمرة، الإنشاءات، المحطة، طريق الشام، الأوراس، تدمر، كرم الزيتون، كرم الشامي، كرم اللوز، البياضة، دير بعلبة، دير معلي، طريق حما والوعر. أشهر أسواقها المسقوف، النسوان، الناعورة، الدبلان وسوق الهال، واللي بالمناسبة بنباع فيه كل شيء عدا الهال. أشهر أكلاتها عادي صبح صرم، كبة مشوية، خبازي، محشي الجزر، والتويتات والأمحية والمطفورة. إن شاء الله كون حكيتهم صح، لأن حماصنا واعديني بالنسية الحمصية. وأما الحلويات فحدث ولا حرج، أبدعوا بكل شيء حتى بحلاوة الجبن الحموية. وتحية لكل حمصي بالكرة الأرضية. وبدونك عمري ما أروح لك بدوها، بدونك عمري